السلام عليكم، هسه راح نبلش بشرح آخر فيديو من شابتر 3. آخر فيديو بحكي لي عن الكوليميشن أو بيك تيست، عشان أشيك إذا أنا مستوى النظر توافقه ولا لا. مش إحنا كنا نحسب اتش آي ونيجي هون اتش آي بالوضع الثاني وهكذا، طبعا إحنا نشيك إذا هو أفقي ولا لا. يعني أنا بدي أشيك لما كنت أنا أعمل الميزان وأقرأ القراءة، هل كنت أقرأ فعليا القراءة الأفقية اللي هي هاي؟ لا كنت أقرأ القراءة المائلة هاي. كيف أعرف من شيك؟ بقول لك ببساطة، أول مرة جرب تحط الميزان بالميد بوينت النقطتين A و B، تمام؟ وتقرأ القراءات مع قراءة R A1 و R B1. المرة الثانية هاي الفيرست سيت أب هاي. المرة الثانية بتروح بتحط الميزان بمكان بعيد عن النقطتين، وليكن خلف A وخلف B، صح؟ وبتقدر يكون بيناتهم برضه بس مش بالمنتصف. هيك شو بصير معي؟ بيطلع معي قراءتين RA2 و RB2، تمام؟ يعني أول مرة بتحط الميزان في المنتصف بطلع RA1 و RB1، مرة ثانية بطلع الميزان بمسافة بعيدة بطلع من خلالها RA2 و RB2، بعدين بعمل عملية حسابية معينة بطلع دلتا اللي هي هسه هو مائل. خلص احنا استنتجنا انه راح يكون مائل، مستحيل يكون بالضبط زيرو الا اذا كان المصنع صحيح. وشو بعمل؟ بطلع الزاوية ثيتا زاوية الميلان من خلال بطلع الدلتا وهكذا. طيب صرت احكي ليش انا من الوضع الابتدائي هذا طلعت الدلتا؟ يعني هون انا ليش ما حكيت خلص مثلا تان ثيتا مثلا دلتا على المسافة هاي تساوي بنفس الوقت دلتا المسافة الثانية، لو سمينا هاي دلتا 1 وهاي دلتا 2. لك ببساطة لأنه هاي النقطة بالمنتصف L1 نفسها L2، فبالتالي دلتا 1 نفسها دلتا 2، وهذا إشي مش منطقي، مش بنفس الميلان. فبالتالي أنا مشان أتأكد روح برجع مرة ثانية بقيس القياسات بمسافة مش بالمنتصف، وطلع معادلة ثانية بدل دلتا 1 ودلتا 2 من خلالها الثلثين المجهولين أقدر أحل السؤال. هون بقول لي عشان أعمل الكوليميشن تيست، لأول شيء بتضع الميزان في المنتصف ليكن حسب المثال السابق 60 متر. Take the road reading for both roads، يعني بتحط رود مرة عند النقطة A ومرة عند النقطة B، تعمل القراءات. اللي إذا line of sight is not horizontal كل الدلتا راح تختلف، طيب شيء إجباري. لهم نفس الإرور، يعني difference in elevation بيكون فرق صحيح. إذا أنا عندي أصلا الدلتا A الدلتا للـ A نفس الدلتا للـ B، معناته فرق الارتفاع هو صحيح واللي هو نفسه RA1 ناقص RB1. أنا هون حكيت ليش أنا حطيناها بالمنتصف عشان الفرق أتأكد إنه هو صحيح، تمام؟ بحكي H اللي هي الفرق بين القراءتين هي RA ناقص RB، تمام؟ اللي بتروح بتحط الميزان مكان ثاني وليكن بعد A قبل A أو قبل B أو بيناتهم بس مش بالمنتصف زي ما حكيت، زي ما حكيت، تمام؟ فشو بعمل لما اطلع الهاي؟ فبطلع قراءات جداد، بطلع ار اي 2 وار. شو بعمل؟ بطلع الفرق بينهم مره ثانيه مي اتش فتحه. اذا اتش نفس اتش فتحه معناته فيش ايرور عندي، فاللاين هوريزونتال. اذا مش صح بتكون عندي مائل، بس وليكن هو مائل فبدي اعمل الكوليميشن فاكتور. بدي اطلع الكوليميشن فاكتور اللي هو الشيء اللي راح يصحح لي القراءات، هو عباره عن دلتا 1 على ال دلتا 2 على ال inverse delta 1 نفس الشيء، يعني بتطلع الزاويه هي inverse على ال. وبعدين الار الصحيحه هي ار زائد دلتا ريدنج زائد دلتا. يلا مع المثال بالضبط معنا الايرور، يعني مش كثير مهم راح اشرحه بصراحه. هو عباره بس عن قانون الاي بتساوي ال على 2 ار، ال اللي هي المسافه، الار اللي هي الراديوس الارض اللي هو 6380 كيلومتر. يعني بضربه بألف عشان يكون عندي أنا 2 التربيع، التربيع اللي هي المسافة. طلع الإيرور، طلع الإيرور راحوا من ريدنج وخلاص، تمام. خلينا خلينا نحل سؤال كوليميشن فاكتور. كوليميشن الموضوع بسيط وسهل. بيقول لي when putting the level amid way between point A and B المسافة بينهم 80 متر، قال لي قراءة A 2.26 وقراءة B 1.82، يعني R A1
بتساوي 2 2 6 و R B1 ليش سميتهم؟ لأنهم بالمنتصف، لازم يكون بالمنتصف، لازم عشان الدلتا تروح مع الدلتا. Then the level was moved out of the line AB along line AB at point A. يعني أنا روح اتبعدت الميزان لبعد النقطة A ما هو مرسوم بالرسم تحت على مسافة 20 متر من النقطة A، يعني هون. تمام، لازم الأرقام هاي مهمة كثير. يعني the red reading of second position قال لي R A2 هي 1.93 و R B2 قال لي 1.43. بكل شيء كذا الفند كولميشن ايرور او لا، بكل بساطة بكل بساطة بطلع اتش، بطلع اتش فتحة. يلا قديش اتش فتحة؟ شغل الاكسل. شو بنحكي؟ اتش اتش فتحة عشان الحسابات أسهل، بتكون عندي RA1 ناقص RB1. تمام، طلعوا معي هاي القراءات. لا RA1 RB1 بطرح هذول من بعض، بطرح هذول من بعض. أنا طارح RA ناقص R2 غلط، لا 2.26 ناقص 1.82 1.93 ناقص 1.43 بيطلع مع الفرق بينهم، في فرق بينهم أيوه، ما في فرق بينهم. تمام، معناته إيش؟ في إيرور، في إيرور، معناته إيش؟ في إيرور. يلا لما صار في عندي إيرور خلنا نطبق الخطوات. طلعت اتش، طلعت اتش فتحة، معناته إيش؟ في إيرور. بطبق القانون هسه، بفرض بفرض إنه السلوب عندي نازل، بفرضه طالع، راح يأثر بالحل؟ لا ما راح يأثر بالحل، بس الفكرة انه راح تطلع معك اجوبة موجبة او سالبة. بفرضه زي ما بدي، انا افرضه زي الدكتور وليكن نزل لتحت، صار عندي مثلث هيك. ما هسه بكل بساطة في عندي هذا مثلث دلالة دلتا 1 وعندي هذا المثلث بدلالة دلتا 2. لو انا حكيت دلتا 1 على 20 بدها تساوي مثلثات دلتا 2 على المسافة هاي من هون لهون 100، بالتالي المسافة 20 اللي اعطاني اياها مهمة، والمسافة بين النقطتين مهمة، لازم اعرف وين انا حطيت الميزان. معي دلتا 1 او دلتا 2 بتساوي 5 دلتا 1. تمام، دلتا 2 بتساوي 5 دلتا 1، هاي علاقة. علاقة ثانية هي هاي اتش، شو بتساوي؟ ار اي 2 زائد دلتا ناقص ار بي 2 زائد دلتا، اللي هي القيمة الصحيحة. تمام تمام، اللي هي فعليا فعليا بدك اياها دلتا 1 ناقص دلتا 2 بتساوي اتش فتحة او اتش ناقص اتش فتحة. القاعدة هاي دائما، هاي المعادلة الثانية، هاي المعادلة الثانية دلتا 1 ناقص دلتا 2 بتساوي اتش ناقص اتش فتحة. دلتا 1 ناقص دلتا 2 بتساوي 0.44 ناقص 0.5 تعطيني سالب 0.06. شو صار عندي؟ عندي معادلتين مجهولين، بعوض هاي هون، شو بطلع؟ بطلع دلتا 1 بطلع دلتا 2. اذا طلعت معي دلتا 1 موجبة ودلتا 2 موجبة، وهسه الثنتين اجباري موجبات او الثنتين سالبات. اذا طلعوا موجبات معناته أنا فرضي صح. يعني فرضي صح؟ يعني أنا فرضه لتحت صح؟ معناته السلوب لتحت. يبو إذا أنا فرضه لفوق راح يطلع معي سوالب، راح يطلع معي سوالب. ليش راح يطلع معي سوالب؟ لأنه بتصير عندي اتش فتحة ناقص اتش فتحة ناقص اتش بدل اتش ناقص اتش فتحة. تمام؟ هاي الحل، شوف اتش بتساوي ار2 زائد دلتا ناقص ار2 زائد دلتا، رتب الأمور طلع معي سالب 0.86. أنا خلص، لا شو قلت لك؟ انا بدل هاي القيمة هي عبارة عن اتش ناقص اتش فتحة. تمام تمام، وهي المعادلة الثانية بتساوي مثلثات. حل المعادلتين، حل المعادلتين، طلع معي موجبة. لو طلع معي موجبة يعني السلوب زي ما انا فارض، فارض لتحت، فبالتالي هو لتحت. اذا بدي الكولومينيشن فاكتور هو عبارة عن دلتا 1 على ال، طلعته
بدي الزاوية باخذ تان انفرس للرقم هذا، بطلع معي برضو ثيتا موجب. الكوركتد ريدنج هي ار زائد دلتا، ولاحظ انه لانهم طلعوا موجبات فهي هاي القراءات صحيحة. حتى شو بتعملت؟ راح القيمتين هذول، هاي القيمتين الجداد شايف ال ار اي 2 شو بدها تساوي؟ ار اي 2 زائد دلتا. الفكرة انه انا لو طرحت هذول قديش طلعوا لي؟ 0.5، بس لو بدي اطرح هذول كاملة بيطلع معي 0.44 اللي انا فارضه، اللي طلع كان معي بالاصل. فلازم يطلع معي الفرق بيساوي اتش، الفرق النهائي بيساوي اتش. بس هذا هو الخطأ، والخطأ الاخير هي التر بي ا تو ار، ركز انه بس تحول الوحدة بس تدرك القراءة الصحيحة. اجمع السؤال نفس اللي قبله، ايش الفكرة؟ الفكرة انه هو راح الجهة عند بي، يعني هيك الميزان، الميزان مش هون، الميزان هون، فهذا الخط الأفقي تمام، وعندي صار القراءة زي هيك، فعندي صار مثلث وهذا مثلث. بس الفكرة انه تغير عندي، صارت لو دلتا 2 المسافة هاي كانوا اعطوني اياها 20، بس برجع للسؤال شو بتساوي؟ دلتا 1 على 100. هي مسافة 20، بس صار الفرق. وإيش عندي كمان؟ أنا فارض الستوب لفوق، فبالتالي عندي أنا عندي دلتا 1 ناقص دلتا 2 شو بتساوي؟ اتش فتحة ناقص اتش، لأني فارض لفوق. بعمل بحل المعادلتين وبخلص السؤال، بيطلعوا سوالب معي وبس، أو لا أتوقع يطلعوا موجبات. وهون بيقول لي the average radius of curvature r 6380، بيقول لي أوجد الماكسيموم ديستانس، فأنا بحكي الإيرور بخمسة ملي بيساوي ال تربيع فتو ار، بطلع قيمة ال. وهيك بكون، يعطيكم ألف عافية.